عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. توضيحات التي تطلبون موافاتكم بها عن مجهودات المبذولة من طرف هذه النيابة العامة للمساهمة في تخليق الحياة العامة وأيضا للقضاء على بعض السلوكيات المشينة بمحيط المحاكم، ووعيا منا بنجاعة تدخل فعال وفي الوقت المناسب لمحاصرة هذه الظاهرة، يندرج ذلك في إطار تفعيل دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 51 رأنون عين دالوة تاريخ 15 نوفمبر 2019 حول التصدي للسمسرة بمحيط المحاكم، وقد أعطيت التعليمات اللازمة للسادة وكلاء الملك للمراقبة اليومية لكل الوافدين. ما أريد أن أؤكد عليه هو بأنه بتعاون مع رئاسة هذه المحكمة وفي إطار خلق مكتب لاستقبال الوافدين وتمكينهم من الحصول على مآل قضاياهم بالسرعة والدقة المطلوبين، وتشغيل مكتب الاستقبال كان له دور إيجابي في تخفيف العبء على الموظفين العاملين بهذه النيابة العامة، وأيضا تقلص عدد المترددين على الشعب، وهو ما ساهم بشكل كبير في محاصرة السمسرة والسماسرة وقطع الطريق أمام العابثين بحقوق المرتفقين، وتم ضبط حالات وحيلت على القضاء اللي لبثت فيها. الإعلام والمجتمع المدني في محاصرة أيضا أو الإبلاغ عن هذه الظواهر السلبية، أظن بأنه يبقى من حق أي مواطن أو من حق الشخص الذي قد تعرض لعملية نصب واحتيال أن يراجع النيابة العامة في الوقت المناسب والضابطة القضائية للقيام بما هو قانوني، وأيضا لاتخاذ التدابير اللازمة لضبط حالة التدبس. وأؤكد لكم على أنه ينبغي أن هذه الدورية تشير إلى تحسيس مرتفقي العدالة بكل الوسائل المتاحة في قانون بخطورة الوقوع في شراك النصب، وتوجيههم إلى ضرورة سلوك المساطير القانونية مع ضرورة التبليغ في الوقت المناسب حتى يتسنى للنيابة العامة وللقضاء تحقيق الردع العام والخاص بهذا الخصوص.